مرحبا، ان شاء الله تكونوا تمام. في فيديو اليوم راح نسوي بوكيه من الشوكولا. مثل ما بتعرفوا الان انتشرت كثير بوكيهات الشوكولا، وصرنا اي مناسبه معانا لازم نشتري بوكيه من الشوكولا، ويكون كمان سعرها جدا غالي. واشوف انه ما تستحق هذا السعر لانه شكلها جدا بسيط، بس هم بيغلوها علينا، فقلت ليش ما اجرب واسوي انا وانتو هذا البوكيه نفس اللي بيبيعوه في المحلات، ونشوف هل راح يضبط معايا ولا لا. فقبل ما ابدا الفيديو، طبعا اللي استخدمته في هذا الفيديو في عدة طرق لان احنا نسوي بوكيه شوكولا، ولكن انا اخترت لكم اسهل طريقة ممكن تسووها من اشياء موجودة في البيت. فخلوني يلا نسوي البوكيه سوا. يلا نسوي البوكيه. أول حاجة نقص الكرتونة على الحجم اللي حابينه بهالشكل. إذا كانت الكرتونة مو قوية نلصق فيها هذول الطبقتين علشان يثبتها أكثر ويقويها. بس القطعة اللي أنا استخدمتها أو الكرتونة اللي أنا استخدمتها كانت قوية، فمو محتاجة لهذول الطبقتين. الآن نضبط الكاكاو ونحدد كيف حابين يكون شكل البوكيه، وكيف يعني حابين يكون أطوالهم، وبعدين نلصقهم جنب بعض زي ما انتو شايفين. بعد ما نلصق الكاكاو نجي للغلاف. ما بعرف ايش يسمونه، يمكن كروشيه. المهم علشان اختصر الوقت وما يطول عليكم الفيديو، قطعتهم الى قطعتين متوسطات وقطعتين صغار وقطعة كبيرة. اول حاجة نحط القطعة الكبيرة، وبعدين نثني فوقها القطعتين الصغار بهذه الطريقة. وبعدين نحط الكاكاو فوقهم ونبدأ نصمغ بالأطراف ونلفها زي ما انتو شايفين الحين. وبعدين نجيب القطعتين المتوسطات ونثنيهم نفس اللي قبلهم، وكل ما كثرنا بالأوراق المثنية كل ما كان البوكيه أكبر. بس أنا حبيت أسهلها عليكم وأخليه كذا، فما زودت بالغلاف. وبعدين نبدأ نرتبه ونلصقه بهالشكل.
حبيت أكسر اللون الأسود شوي وعملت هالورقة إضافية، بس ما لقيت غلاف أبيض صافي، فلذلك استبدلتها بورق الزبدة، قطعتها بهالشكل وكسرتها، يعني فيكم كده تقولوا خليتها زي شكل مروحة، وفيكم تستغنوا عنها إذا ما حبيتوا يكون موجود بالبوكي. الآن علشان أغطي اللصقة اللي سويتها، فجبت قطعة كمان من ورق الغلاف أو الكروشيه وكرمشتها زي ما انتو شايفين، بعدين لصقتها بالصمغ. وبعدين جبت الصمغ ولصقت الكرتونة بالغلاف علشان ما يتزحلق لا سمح الله، وآخر حاجة نربط الشريط ونعمل أحلى فيونكة. هذا هو الشكل النهائي للبوكيه. وهذا الشكل النهائي لبوكيه شوكولا، ايش رايكم فيه؟ يعني حسيتها حلو نفس اللي بيبيعوه برا. طبعا راح تلاحظوا اختلاف بس في الفيونكا في الشريط، حولت الشريط كان ابيض اسود فغيرته للون الاحمر، حسيته طلع عليه اكثر احلى ولبقله اكثر. انتوا اي واحد حبيتوا؟ حبيتوا الاحمر ولا حبيتوا الابيض الاسود اللي كان قبل شوي؟ قولوا لي في الكومنتات اي واحد فيهم احلى وطلع البوكيه بشكل اجمل. الحلقه اللي سويتها حسيتها انه سهله، يقدر اي احد فيكم انه يسويها وانه يطبق البوكيه زي كذا. طبعا كله اجمالي سعره طلع نص السعر اللي نحن بنشتريه من برا، فميزانيتكم ما راح تخرب. ليش؟ لانكم انتم كمان راح تختاروا الشوكولا اللي انتم حابينها، فبكذا تكونوا حطيتوا كل حاجة، اخترتوا اللون اللي انتوا حابينه، الشوكولا اللي حابينها والشريطة اللي انتوا حابينها. كمان في اضافة كمان لو انتوا حابين انكم تسووا ورود، بس انا ما سويت ورود علشان يبان انه سهل عليكم. كمان فيكم تحطوا بطاقة كارت اذا كان في اهداء عيد ميلاد او حاجة، فيكم تعلقوها هنا، تعلقوا الكارت تبع التهنئة تبع اي حاجة تعلقوه هنا، فراح يطلع كمان شكله حلو. او تجيبوا ورقة وتكتبوه هنا، يعني بعدين انتوا بدعوا فيه وسووا اللي انتوا حابينه. لحظة، هنا عملتها بالورد وغيرت فيها شوي اشياء، ايش رايكم؟ احلى صح؟ اذا عجبكم هذا الفيديو او هذا النوع من الفيديوهات وحابيني انه كمان اسوي لكم فيديوهات ثانية بافكار ثانية، بوكيهات باشياء ثانية غير الشوكولا، ففيكم تقولوا لي تحت بالكومنتات، ومن هالعين قبل هالعين راح اسويكم فيديوهات من هذا النوع. وبس والله وصلنا لختام الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه واستمتعتوا فيه. قبل ما اختم الفيديو نسيت هذه الايام كثير بنسى انه اقولكم لا تنسوا تعملوا هذا الفيديو لايك وتشاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان تعملوا لايك. سوري وصلت، لا تنسوا تعملوا لايك وشير
وبس لحد هنا وصلنا لختام الفيديو، وانا اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.